جزاكم الله خيرا. المرأة إذا توفي زوجها عنها هل يجوز لها أن تصافح النساء في أثناء عدتها؟ لا بأس بذلك، متوفى عنها لا بأس أن تصافح النساء في أثناء عدتها، إنما الممنوع مصافحتها للرجال الذين ليسوا من محارمها. المرأة لا تصافح الرجال غير المحارم لا في عدة الوفاة ولا في غيرها، أما مصافحتها للنساء مصافحتها لمحارمها فلا بأس بذلك إذا أمنت الفتنة.